محطات في حياة الجميلة لبنى عبد العزيز. تزوجت مرتين وأنجبت ابنتين واعتزال وهجرة في قمة النجومية. ولدت لبنى عبد العزيز عام 1935، أول زيجتها كان عام 1959 من المخرج الشهير رمسيس نجيب، وكان أكبر عنها ب 14 عام، وكانت بينهم قصة حب كبيرة حتى أنه غير ديانته وأسلم قبل الزواج منها. ولكن بعد 5 سنوات دب الخلاف بينهما، لتتفاجأ لبنى عبد العزيز بخبر طلاقها منشور في الجرائد عام 1964. أما زيجتها الثانية والأطول كانت من الدكتور إسماعيل برادة، طبيب النساء، وكان هذا عام 1965. وبعدها بعامين اعتزلت لبنى عبد العزيز الفن عام 1967، وهجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة زوجها الطبيب إسماعيل برادة، وأنجبت ابنتيها سارة ومريم، وتفرغت تماما لحياتها الأسرية، وبقيت في أمريكا 30 عام لتعود عام 1997 إلى مصر، واستمر زواجها من الدكتور إسماعيل برادة حتى وفاته عام 2012 بعد 47 عام زواج.